صباح الخير لا فامي، لاباس عليكم؟ كي دايرين؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وتكونوا في صحه جيده. مرحبا بكم معايا فلوق جديد، فلوق مباشر من شاطئ سيدي الحال تحت طلب عديد من الاخوان والاخوات. هانتوما شوفوا بحال كيفاش داير الاجواء، الناس كتعود في الصباح كتمشى. قلت علاش لا هبط ندير لا مارش ونصور لكم هاد الفلوك، هذا غيكون فلوك طريف خفيف، نتمنى ينال الاعجاب ديالكم. واكيد غادي تكون في واحد المفاجاه مجموعه الصدق والتعاون، ما نقولهاش دابا، كن غادي نخليها لكم في اخر الفيديو تشوفوها ان شاء الله. وهانتوما معايا في هاد الفلوك هذا، كما كنقول دائما الفيديو ديالي ملي كنجيب باش تكونوا معايا كنقول لكم وخليكم معايا. شوفوا معايا لا فامي اجواء ديال البحر كيفاش دايره، شاطئ سيدي الحال، ما بغيتش نشد مرايا الناس. هانتوما شوفوا الاجواء، هانتوما كما كتشوفوا اجواء رائعه، ما كاين ما احسن انك تعود في الصباح بكري ودير لا مارش، صراحه شي حاجه اللي زوينه بزاف. انا كل صباح عندي ساعه ديال لا مارش. انتما خليكم معايا، انا حيت مرايا الناس ما بغيتش نشدهم، فداك الشيء علاش بغيت نصور لكم انا هكا بالجنب. شوفوا البحر شويه هايج، هذه 3 ايام هو صراحه كيكون هايج. شوف كي طلعت لهنايا، هانتوما شوفوا. المهم هانتوما خليكم معايا حتى لاخر الفيديو، غادي تكون واحد المفاجاه لمجموعه الصدق والتعاون، ما نقولهاش دابا، نخليها لكم في اخر الفيديو تشوفوها. نتمنى انها تنال الاعجاب ديالكم. اللي كنت موجدة مجموعة الصدق والتعاون هي هادي، تحت رئاسة الأخت ليلى أوف، الأخت شيهام اللي هي شيوة أم إلياس، والأخ منير اللي هو أبو إلياس الباردي. نتمنى أنها تنال الإعجاب ديالكم هاد المفاجأة هادي، وتستاهلوا كل خير، والله يخطيكم والله يكبر بيكم. وتحياتي لكل مجموعة الصدق والتعاون كاملين الإخوان والأخوات، اسماء ديالكم كاملين اسم بدون استثناء. كنت دايرة مجموعة الصدق والتعاون، درت الاسماء ديالهم في الرملة ونتمنى نتمنى الاعجاب ديالهم، فانا قلت نفرحهم حيت هما دائما كيساعدونا وديما واقفين معانا وديما مشجعينا وكيحفزونا، وقلت علاش لا ما ندير لهمش واحد البتي جاست نتمنى انهم يعجبهم. هاديك انا دابا راجعة الدار، قلت نكمل معكم الفيديو باش نختمو لكم هنايا ان شاء الله يا ربي. هانتوما شوف هادشي بلدي 3 ايام والبحر هايج، مكنخدوش كاع نهبطو الليلة. المهم يلا غادي نختم لكم هنا الفيديو، ونقول لكم سلام عليكم، ما تنساوناش من اللايكات والتعليقات ديالكم المحفزة، ونتلاقاو ان شاء الله في شي فيديو اخر ان شاء الله. السلام عليكم، كنبغيكم بزاف، صلوا لي في راسكم، والى الملتقى ان شاء الله.